ماذا يفعل طاهر الخليج؟ ما هي يعني الاهتمامات ديالو الان؟ ربما ابتعدتي على مجال التدريب، وايضا كنظن انك دخلتي بالاساس مجال التكوين في مدينه مراكش. نعم اخ فؤاد، الكل كيعرف بعد المسيره ديالي اللي قضيت تقريبا واحد 16 سنه في خارج الوطن، الحمد لله كانت مسيره موفقه. فالان الكل كيعرف بانه عندي اكاديميه كره القدم هنا في مدينه مراكش اللي سميتها فيتوريا. الحمد لله اللي كاين جيل اللي جبت هاد الحمد لله هاد الاكاديميه والتجربه ديالي باش نمكن نوصل على هاد الوليدات. الكل كيعرف بانه كاين مواهب هنا في البلاد ديالنا، تيخصهم شويه تحت الرعايه. فكما قلت لك الحمد لله، فهي عطات الصعاع ديالها واستطعنا باش نفوزوا كذلك بعده القاب. فطال الخرج دائما ما كيبخلش لا على الوليدات ولا لا بالنسبه لا الرياضه ولا الكل. كيعرف بانه الحمد لله الباب ديما مفتوح، لا حتى الناس اللي كيلعبوا الكره والمدربين وكما كنقول بانه الاكاديميه فهي مفتوحه للجميع. نعم.